تربي له نفس نفسه عبد الله القايد انت القائد تاع المنطقه اييه غادي نخرج لك دابا دابا من الدائره ديالك حنا بغينا نتعاونهم دابا دابا وبغينا لك كما قال السيد بغينا لك الخير انا دوت راه كما قال الشيخ راه ما يجيش عندك اسمح لي انا دوت اسمح لي لا تقول لي بحالي بحالهم اسمح لي انا تنقول لك انا اسمح لي انا تنقول لك كاينه مؤسسات زعما مؤسسات حاضره مؤسسات حاضره جمعيات حاضره وكل شيء متعاطف ومتضامن معاك وبغينا وبغينا ديباناج ديباناج نعم بغينا غادي تحولني ما تخرجني من الدائره هذه ونخلصك انا لا غادي يحولك من هذه الدائره ونخلصك فين غيحطك راه راه نفس التريطوار حتى في المغرب انا كنمثلو راه حنا كنمثلو دوله راه كنمثلو سلطات ولائيه ديال فاس غنديوك البلاصه باش ندخل الخيريه شوف شي قانونيه حنا كنمثلو اسمح لي اسمح لي راه ما يمكنش راه ما يمكنش هذه الوضعيه ديالك شوف ما سبقناش عليك بالخيريه درتي الطلب ديالك هذا السيد هذا راه كان عندنا خيريه راه حنا ديناك الخيريه وانت عندنا نازل وبغيتي تمشي وعاود غردوا حنا شوف دابا مرحبا دابا عبد الحميد انا راسي مخايف يا اخي اسي عبد درتي ما تقدرش تخرج تخدم شي وثائق اداريه دابا اسمح لي اسمح لي شوف حنا عندنا اختصاص الاخ عندنا اختصاص حياتك في خطر حياتك في خطر حياتك في خطر وضعيتك في خطر حنا ما يمكنناش نسمحوا بك في هذه القضيه ما يمكنناش نسمحوا بهذه القضيه حنا خصنا نديو كل واحد البلاصه اللي واحد البلاصه اللي غتكون مؤمنه وتحت الحمايه ديال الدوله مؤمنه وينقيوك ويحيدوا لك هذا ويغسلوا لك وكذا ديباناج انا نخرج من الدائره اسي عبد الفتاح ما تكونش بهذه الطريقه دابا غير انت خويا ما عرفتنيش الجو مع واحد خويا ما عرفتش انا اخوك اقول لك سميتك انا مواطن وخوك انا ما غير لك الخير اصاحبي قول لي غير سميتك انا مواطن ما تقول لي سميتك مواطن ما تقول لي سميتك مواطن واحد اخر ماشي بشويه الهواء خلينا نهضر للقايد ورا القايد ما غير لك الخير اي واحد غير لك الخير شويه الاكسجين باش تكوني اسمح لي واي بغيت الله عطيوني شي بشويه الاكسجين اسمح لي اسوف عيب باش نختم معاك انا وياك حتى شي عيب باش نختم معاك انا ما بقاش عندي ما نهضر معاك الله يكثر لي خيرك ما عنديش انت اشوف ادابي سامي ويا ومرحبا بك ومرحبا بك ومرحبا بك وراك وراك ولد هاد البلاد اصاحبي راه حنا جينا معاك تقول لي خرج من المغرب اما حتى ولد هاد البلاد وشوفوا الامكانيات اللي متاحه غنوفروها لك في هاد البلاد في اطار القانون اللي كاين في هاد البلاد دابا هاد الناس اللي جاو انهم دابا باغيين لك الشر باغي لك الخير ما تقلقش الانسان اللي كيبغي لك الخير انت ماشي باغي دابا تمسح الكابو انت لا لا كنهضر معاك الكابو سيدي هضر اشي هضر اشي خلي الناس يتعاطفوا معاك واطين تعاطف معاك شي يقدم لك مسكين الكابو غيمسح واش غيدير واش من الكابو غيمسح ماشي هضر هذيك كيعاونك حنا غنديوك المؤسسه نقيه مزيانه بغينا لك الخير مؤسسه نقيه مزيانه فين تنقى فين تغسل فين يقابلوك فين يديروا لك ليكوش فين يجي هذا هو كاع الجمعيات قال لهم سيروا انتم شفارا جمعية ودابا عجبتك حتى هاد الوضعية جيتينا شنو قال الجمعية؟ الجمعية اللي جاو لعندنا اللي بينوه كاع بأنه السيد كلهم دابا دار فيهم قال لهم شفارة الجمعية اللي سميتو حتى الصحافة تا كل شيء قلت لهم شفارة عيب بلاتي دابا حشومة عليه دابا شوف حنا هضرنا بغينا الوسط دابا عيب بلاتي السيد ولا الهضرة كي دايرة سي الوادي دابا انت اش باغي بغينا غير نعرفوا هاد الإطار باغي نتعاونوا كامل هاد الإطار يدي مدودة لكم كحقوقه علما علما اننا نعم. دينا هذا السيد المصالح اللي كاينه اللي تقابلوا هضرنا معاهم وكتبنا وراسلنا الجهات وكنحضيوه بالليل والى اخره ولكنه ما راهو الناس دابا حضروا راه ما كيتجاوبش نهائيا هو الوضعيه اللي باغيها هو انه هاد الوضعيه هاد الطوموبيل هاد القضيه هادي باغي هاد الوضعيه علاش باغي يركب عليها وباغي ربما يعطي فرصه الناس اخرى يركبوا عليها علاش ما عرفناش